اسمي اسلام العمة من مركز المنشار. انا من نقل في الحياة اني دماغ دروب ما اعرفش امشي في الصحراء مع اصحابات عشان خاطر دماغي. لما رحت المدرسة قالوا لازم من الاول تتعلم الدماغ وبعد كده بس انا من نقل في الحياة اني دماغ عايز ادروب. يعني انت من رحت المدرسة يعني وصلت مرحلة سنة كام في المدرسة؟ سنة ستة. سنة ستة. بعد كده من شافوها قالوا لي لا ما تجيش. ما تجيش المدرسة. لا صاحب الدسير. صاحب الدسير. طيب ايه هي دي؟ ايه الوجع اللي في دماغي بقى؟ ما اعرفش انا ايه الوجع اللي في دماغي، كل ما اقول لدكتور كده ما بيرميش عليه. ما لهاش مسمى معين. لهاش مسمى. قال لك هي تعلبة. ما اعرفش كل ما اقول له ايوه ما ارضاش يرد عليه. ما ارضاش يرد عليه. ساعة يقول لي تعلب وساعة يقول لي بوبا. ماس. طب دي مسببة لك مشاكل نفسية متضايق؟ هاي متضايق منها، ما عايز اضربك امشي زي العلة تمشي في الشارع. ماس. طيب ما حاولتش تتعالج الدكاترة تكمل مسيرة التعليم؟ ما في فلوس، الفلوس مكسرة ابوها، انا شغال 4 أيام وما بحط فلوس. شكرا. انا تعبان ومتضايق ونفسي اعالج ولدي. اسمك يا حاج؟ محمد عبد العزيز مهران، مركز المنشار، محافظة الصهاري. ونفسي اعالج ولدي وما يعيش ان انا اعالجه. طب ما حاولتش انت يعني تشوف التأمين الصحي؟ حاولت تشوف الدكاترة نهائي؟ لا، كل اللي يروح يقول لك انا عايزين فلوس عايزين فلوس وانا ما معيش. ما فيش. اه. طب يا اسلام المشكلة دي هي مضايقاك أو مسببة لك أي مشكلة نفسية؟ أنا هي مضايقاني ليه؟ لما كل ما كنت مع أصحابي يقول أنت أنا مش دماغك تعالى امشي معانا. لما دخلت المدرسة برضه ردوش يقول لما تعالج أنت تعالج. في المدرسة قالوا لك منك تتعالج تبقى تيجي. اه. لما دخلت أتعلم قالوا لي ما ينفعش. ما ينفعش. وأصحابك مالهم؟ أصحابي برضه كل ما يشوفوني يقولوا لي حش اللي في راسك دول تعالى امشي معانا. انا ما قدرتش امشي معايا حد. طب ما حاولتش تتعالج؟ ابوك يروح بيك المستشفى دكتور؟ لما احنا برضه الفلوس غاليه. غاليه. الفلوس مكسره معانا. يعني من ضمن الاسباب ان انت مش قادر تتعالج بسبب الماديه. اه. طب مش نفسك في ايه اصلا؟ نفسي في حاجات كتير. زي؟ نفسي في دماغي عايز اضرب. بس. دي أهم حاجة عندك؟ أهم حاجة عندي. في حاجة تانية؟ لا.